البيان الثلاثي أكد مشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية للدول المشاركة في مفاوضات القاهرة، ماذا يعني؟ هو ليست المرة الأولى التي يشارك فيها رؤساء الأجهزة الأمنية في المفاوضات، كل المفاوضات كانوا يشاركوا فيها رؤساء الأجهزة الأمنية أو نوابهم خلال الفترة السابقة، لكن حتى في لقاء الدوحة الأخير كانوا موجودين رؤساء الأجهزة الأمنية الثلاثة إلى جانب طبعا الوسطاء والجانب الأمريكي على وجه التحديد. وبدون شك كما أشرت قبل قليل أن الإدارة الأمريكية تضع ثقلها ووزنها وتمارس ضغوطا على كافة الأطراف، وأيضا هي بدون شك تمارس ضغوطا عبر الوسطاء على حركة حماس، وما تقدمت به ما أشرت لهم ما تقدمت به من مشروع لجسر الهوة والفجوات ما بين الموقفين يوم الجمعة صباحا هو محاولة لفرض الرؤية الأمريكية والاستعجال للتوصل لوقف إطلاق النار، لأن لذلك مصلحة استراتيجية أمريكية. إذن يعني ما هي أولوية الولايات المتحدة الأمريكية اليوم؟ هل هو أمن إسرائيل أم التوصل إلى اتفاق وهدنة؟ الاتفاق هو يشمل كل المتطلبات الأمريكية. أولا حسب تعبير الجانب الأمريكي هو ينقذ إسرائيل من نفسها ومن تطرف حكومة نتنياهو وشركائه. وثانيا وقف إطلاق النار هو مصلحة سياسية واستراتيجية للحزب الديمقراطي في حملته الانتخابية، لكن الأهم من كل ذلك هو إطلاق سراح المحتجزين السبعة لدى حركة حماس الذين يحملون الجنسيات المزدوجة الأمريكية والإسرائيلية. طيب هذا يعني كرت رهان رابح بيد الحملة الانتخابية لكارمالا هاريس. طب يعني هل يمكن ضمان عدم هجوم إسرائيل مرة أخرى على قطاع غزة في حال التوصل إلى اتفاق بهدنة مؤقتة؟ الهدنة المؤقتة لا تلغي استئناف الحرب بأي لحظة من اللحظة، ونتنياهو كان مصرا في الاتفاق، وهذه أحد شروطه التي يعني طالب فيها أن إسرائيل من حقها استئناف الحرب إذا شعرت أن حركة حماس لا تلتزم بتطبيق الاتفاق حسب ما هو معلن، وأنها بعد انتهاء المرحلة الأولى اللي هي مقررة ب 42 يوم من حق إسرائيل استئناف القتال مرة أخرى، وليس هناك من ربط ما بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. ماذا يريد نتنياهو يعني اليوم؟ هل يريد الحرب أم يريد وقف إطلاق النار؟ وماذا اليوم عن الجبهة اللبنانية الجنوبية؟ نتنياهو من مصلحته استمرار الحرب لغاية الانتخابات الأمريكية وتبيان نتائج الانتخابات له مصلحة في استمرار الحرب، لأنه يعتقد أن استمرار الحرب يعيد مكانته وشعبيته في المجتمع الإسرائيلي، وخاصة مع الانزياح الواسع بالمجتمع الإسرائيلي نحو التطرف والعنصرية والفاشية. ونتنياهو يعتقد أنه حقق مكاسب كبيرة خلال الشهرين الماضيين، وخاصة بعد اغتيال كل من فؤاد محسن وأيضا إسماعيل هنية في طهران، حقق مكاسب وتحرك وفعلا يعني ازدادت شعبيته وتحسن وضعه باستطلاعات الرأي العام. وهو يعتقد أنه بمواصلة الحرب وإذا استطاع أن يصل إلى الأخ يحيى السنوار واستطاع قتله، أيضا هذا الأمر سوف يعني يزيد أيضا من شعبيته، وأيضا يمكنه الادعاء بأن أحد أهداف الحرب التي أعلنها على شعبنا في قطاع غزة قد تحقق، وهو اغتيال السنوار بعدما استطاع الوصول إلى عيسى وإلى أيضا الضيف
وبالتالي يعني يعلن أنه قد حقق هذا المكسب الكبير الذي كان يعني يتذرع به للوصول لاستمرار الحرب. لكن أنا أعتقد أن نتنياهو كلما تحسنت شعبيته وأيضا ارتفعت مؤشرات باستطلاعات الرأي العام، قد يدفعه هذا إلى هو أن يقوم بالدعوة لانتخابات مبكرة، وليس انتظار المعارضة للدعوة لانتخابات مبكرة، أيضا لأنه يريد أن يتخلص من الضغوط الداخلية التي تمارس عليه من ابتزازات شركائه من كل من سموتريتش وبندوفي. طيب يعني اليوم هل حان موعد صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس برأيك معاليك؟ أنا لا أعتقد أن الوضع قد نضج لهذه الصفقة رغم حاجة الولايات المتحدة وضغوطها الكبيرة. نتنياهو سيحاول من الآن إلى غاية يوم الخميس القادم اختلاق المزيد من التصعيد ليدفع الأمور نحو عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق. الشروط التي وضعها نتنياهو قبل يوم الخميس الماضي، الست شروط، هي شروط تعجيزية، شروط خارج إعلان بايدن الذي أصبح فيما بعد قرارا لمجلس الأمن، وخارج الاتفاق الذي تم التوصل إليه مبدئيا يوم 2 تموز الماضي. معاليك، هل يعني تعتبر مفاوضات القاهرة هي الفرصة الأخيرة أم الحرب الإقليمية اليوم هي الأولوية أو البديل؟ أنا لا أعتقد أن هناك في فرصة لحرب إقليمية، وأنا الوقت قد فات على الرد الإيراني ورد حزب الله. أنا أعتقد أن هذا الموضوع اليوم يعني لم يعد قائما وأصبح وراء ظهرنا. ويعني إحنا لدينا قراءة إلى حد ما يعني من اطلاعنا على الاتصالات الجارية ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. بكل الأحوال لا أستطيع أن أقول أن الفرصة الأخيرة في القاهرة الأسبوع القادم، لكنها بدون شك ستكون الفرصة الحاسمة، لأن بعد ذلك سوف يترتب وضعا جديدا. ربما الولايات المتحدة الأمريكية تحت الضغوط سباقها الانتخابي أو أوضاعها الداخلية سوف تضطر إلى اتخاذ مواقف وإجراءات قد تلزم كل الأطراف الأخرى إلى القبول بمبادرتها. طيب معاليك، إلى أي مدى سيستمر قطاع غزة في الصمود مع ما يعيشه من فقدان